لماذا يتهرب بعض المشاهير من المسؤولية الاجتماعية؟ ليش؟ في وجهة نظرك تسألني عن نفسي أنا يعني؟ لا أنا في ما بي ما أنا ما بإبراهيم أنا أتكلم على أنا في أوقات تهربت. أنت تتهرب مو دائما في أوقات أتهرب. ضم روحك مع الجماعة. ليش؟ أنا يا واحد يلا أعطونا أصيانك. برر 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 الله يعطيك العافية. ليش يتهرب بعض المشاهير من المسؤولية الاجتماعية؟ فيه جهات معينة يعني يطلبونك مرة ومرتين وثلاث تكتشف بالنهاية إنه مو خدمة اجتماعية، أنت قاعد تشتغل شيء يعني مو بزنس. أيوه بزنس، أنت قاعد اكتشفت بالنهاية إنك أنت قاعد أداة يعني عدم الوضوح من بعض الجهات يعني عزوف بعض المشاهير من المسؤولين. هذا اللي يخليك إنك يعني دائما دقق بأي جهة تتصل عليك وكذا، أيوه دقق فيها واسأل عنها لا تروح على طول. إيش رأيك يا عمر؟ ليش بعض الشباب يعزفون على المسؤولية الاجتماعية، خدمة المجتمع، المشاركة؟ أحيانا يصير إنه خوف من هذا رقم واحد، خوف من المواجهة، خوف من المسؤولية، اسمها مسؤولية ترى. حلو. ما دخل براسه هالشيء ذا، ما زرع فيه من الأساس حب الخير وتقديم مساعدات للمجتمع. فأنا أشوف إنه العزوف يجب أن يكون أو استقطابه يجب أن يكون تحت آلية معينة، إنه يفهم شو له أنت قاعد تسوي هالشيء ذا.